الحفل بالمناسبه ديال الوجود ديالكم هنايا، غادي نتشنو واحد المجال خاص بالشبابيك الحره اللي غادي نخلي بعض التفاصيل السي سقاط المدير ديال تجاري بنك الوفاء على الصعيد الوطني المكلف بتسيير هذه المنشآت. وغادي بالنسبه ليا دابا فاش كنوقف انا كنشوف تقريبا اللي في داري، لان دي 30 عام وانا في هذا الوكاله، انا اللي حليت هذا الوكاله بعدا. بصح الغالي اللي موجودين في العريش اللي كيوجدوا جميع المجهودات باش يكون عند حسن الظن ديال الزبائن ديالنا ولا تطورنا، سي غراس ابو، سي غراس ابو. كنشكركم جزيل الشكر، وكنوجه الكلمه للسي عبد الغني باش يستنوا لنا هذه اللحظه المهمه بالنسبه لنا. شكرا لكم. الحقيقة الفضلت يعني بغيت تسمعهم لا المستخدمين لهنايا المعاملة ديالهم. أنا كنحس براسي عندي واحد الامتياز كثير، عام أخت مريم راهي من المزارع، يعني شي معاملة يعني خاصة، وأنا دائما كنفرح كاش فيها. لا مع الأسف الشديد ما بقيتش كاشفو بزاف لأن كنستعمل كلشي. السلام عليكم. السلام عليكم. كنشكر السي ادريس والاخوه الكاملين على ما كيتعاملوا عميل حسين عامر. كنشكرهم جميعا، الله يوفقهم. الله يجزيك الخير. ندوز الكلمه السي سقاط باش يشرح لكم شنو الوجود، سبب الوجود ديالنا هنايا، ويعطيكم تفاصيل اكثر على هذه المنشآت اللي درنا ولديال هذه الوكاله. ان شاء الله مازال حاجات اخرى اللي غادي نطورها في هذه المدينه اللي بحق عزيزه علينا كاملين. وكما قلت انا بالنسبه ليا راه بحال رجعت 30 عام لور صراحه، هي صافي بليزير. سي سقاط كنشكرك. ميرسي. شكرا. احنا سعداء اليوم باش نكون معكم في مدينه العريش، اول فضاء في المدينه، ان شاء الله يكونوا واحد اخرين من بعد منهم في المدينه. هذا الفضاء اليوم اللي كنديروا ليه التشين ديالو هو واحد العمل، واحد خدمنا واحد الابتكارات اللي خدمنا عليهم سنين، وبدا هادشي تطبيقيا 2017، وعندنا واحد البرنامج حتى 2022 تقريبا اكثر ان شاء الله باش نطوروا هاد المشاريع بحال هادو اللي كنشوفوا دابا. الوغ اليوم حنا ان شاء الله الحمد لله عندنا 80 فضاء مثل هذا في المدن، جميع المدن الكبرى والمتوسطه في المغرب. ان شاء الله غنسالوا السنه 130 على هذا الفضاء. الوغ هذا الفضاء اللي كي الكاركتيرستيك ديالو اللي كي الميزات ديالو هو لي زوغيغ ديالو، الوقيت ديالو كيتحل 7 ايام في الاسبوع من 7 الصباح حتى 9 الليل. ثانيا فضاء اللي هو سيكيوريزي، بيرمانون سيكيوريتي، كيكون من 7 الصباح حتى 9 الليل، لانه الناس كيقدروا يديروا العمليات ديالهم بكل امان وبكل طمأنينه. بحال اللي شرط ليه نقدروا نديروا واحد 15 عمليه في هذا الفضاء. من اهم العمليات هو ايداع النقود والشيكات، سحب الاموال قديمه اللي قبل 20 عام 30 عام كاس، ولكن هذا ايداع النقود والشيكات والصرف وتحويل الاموال واداء الفواتير اكسترا، هادو ابتكارات جداد اللي كاينين الحمد لله. وحنا فخورون باش نكونوا اول بنك في المغرب كتمكن باش تنزل مشاريع بحال هادو. ثم جوسك عندكم بزاف ديال المغاربه في الخارج، وقت اللي كيجي كيقولوا لكم حنا هنا في اوروبا هولندا ايطاليا اسبانيا اكسترا، دابا راه مابقاش عندنا تجاري موبايل، عندنا لي زيسباس بحال هادو. الحمد لله وصلنا لواحد المستوى تبارك الله مزيان ومهم بزاف. كاين شي خدمات بحال ديك كاش اكسبريس اوتوماتيك اللي ما كتلقاهاش في واحد الدول متطوره، ما كتلقاهاش بحالنا. دونك الحمد لله هذا افتخار ديالنا في التجاري وفا بنك اللي خدات هذا الطريق اللي هو
وكيمثل كيمثل مزيان المغرب وكيزيد لنا القدر الحمد لله. الوغ بغيت الى كان شي تيمونياج ديال الناس اللي ديجا اللي استعملوا هذا يقولوا لنا حيت يمكن نعاود لكم في هذا الشيء، ولكن انا كنخدم نتوما قبل وانا بالاحساسات ديالي. طبيعة الحال التشريف ديال الاداره ديال سواء الاداره ديال الجهويه السي ادريس اللي شرفنا بالوجود ديالو الدعم ديالو في الافتتاح الرسمي ديال الفضاء الحر ديال الخدمات البنكيه، كذلك كل الزملاء وكل الفاعلين ديال مدينه العريش. انا بغيت نقول واحد الملاحظه في الحقيقه، حيت بزاف ديال الزملاء شاروا واحد المساله هي انهم راهم يعرفوا نستعملوا هذا الفضاء. طبعا الحال غادي يوقع نوع من انفصال العلاقات نقولوا حنا العلاقات المهنيه والانسانيه اللي كنشتغلوا داخل الفضاء ديال التجاري وفابون. انا كنعتقد العكس، لان يعني السياسه اصلا استراتيجيه ديال التجاري وفابون هي استراتيجيه القرب، والهدف من هذا الفضاء من هذه البنكه المتعدده ديال القنوات، الهدف منها هو اننا نكونوا بنكه ديال النصيحه للكونسيل، نكونوا ان بنك ديال الكونسيل اللي هي قريبه للزملاء ديالنا، واللي نقدروا نعطيو الوقت ديالنا الكامل للزبون ديالنا في الجواب على جميع الانشغالات ديالو وجميع الاحتياجات ديالو البنكيه والماليه، وكذلك فيما يتعلق بالاستشارات الماليه. بطبيعه الحال هذا هو الهدف، راه ما يمكنش حنا البنكه تكون كتفكر بهذا المنطق ديالنا تجيب هذا الفضاء هذا اللي هو فضاء تقدروا نعملوا فيه مجموعه. حنا الهدف هو نحركم من مجموعه من العمليات البنكيه التقليديه اللي تولي دار في هذه الشبكات، ولكن الهدف الاساسي اللي هو ماشي مخفي هو هدف مشروع، ومن حق الزبون ديالنا على انه يكون كيتمتع بهذه الخصوصيه هذه، هو اننا نكونوا قراب ليلو، نكونوا اكثر استماعا ليلو، ونكونوا اكثر الوقت ديالنا كامل مركز عليه. وشكرا. اولا كنبغي نشكر التجاري والفنك على ديبوليسيون اللي ما شافت، فعلا انا كنت في اليونيبا كاين شي فلوس ديال الروايح اللي كنت تجمع المكين. المهم الحقيقه زعما كننصح الاخوان انهم يستعملوه فعلا براتيك ساهل، ما كتضيعش الوقت، حاجه واحده داو لي الفلوس واحد النهار ولكن رجعوهم لي. شكرا. انا كنرحب بالزملاء ديالنا الكرام، وهذا الشيء اللي كنديرو كامل في مصلحه الزملاء ديالنا، لانه طبعا الانسان اللي غادي يجي يدير العمليات ديالو في 7 الصباح وغادي يكون محمي، دونك يدير العمليات ديالو بسيكوريتي يعني سون بروبليم. هذا من المزايا ديالو من 7 حتى 9 الليل، يعني شيء مهم. وزيدون على هادشي ما كتلقاش داك المشكل ديال الصف، كتدخل لاجونس كتلقى واحد المجموعه ديال الناس واقفين، الوغ كو واحد باغي يدير عمليه بسيطه ولا هذا ويمكن يديرها بواحد الوقت وجيز وعلى برا وسيكوريتي. دونك هذا المجال هو راه مجال اللي غادي يسهل المهمه على 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 الزبناء ديالنا ويحمي المصالح ديالهم. وكنشكركم بزاف على الحضور ديالكم المتميز، ومرحبا بكم، ونتمنى الله نزيدوا في القدام نديروا اكثر من هادشي ان شاء الله الزبناء ديالنا. بغيت سي مسلم تفضل انت شارك معنا الله يديرك. السلام عليكم، نشكركم على الضيافه ديالكم هنا. اولا التجاري والفابونك يعني من هذه الميزه اللي داروها ميزه مزيانه كتسهل المأموريه وتوصل ايام ديال العطار، والانسان اذا كان مجرب يعني كيقضي المصاريف ديالو، ولهذا نتمنى من الله نزيدو قدام ان شاء الله. شكرا. دابينا الا كان شي زبون اخر ممكن سي مونير تيمون. السلام عليكم. الخدمين اللي موجودين في العريش اللي كيوجدوا جميع المجهودات باش يكون عند حسن الظن ديال الزبناء ديالنا ولا تطورنا، سي غراس ابو كنشكركم جزيل الشكر، وكندوز الكلمه لسي عبد الغني باش يستنوا لنا هذه اللحظه المهمه بالنسبه لنا. شكرا لكم. الحقيقه الفضل يعني بغيت تسمعهم لا المستخدمين لهنايا المعامله ديالهم، انا كنحس براسي عندي واحد الامتياز كثير عام. اخت مريم راهي من الزهراء،
يعني شي معامله يعني خاصه وانا ثاني كنفرح كثير لا مع الاسف الشديد لو كنت كتشوف بزاف ديال الناس كتستعمل كل شيء ويعطيكم تفاصيل اكثر على هاد المرشحات اللي درنا ونقول لهاد الوكاله ان شاء الله مازال حاجات اخرى اللي غادي نطورها في المدينه اللي بحق عزيز علينا كاملين. وكما قلت انا بالنسبه ليا راه بحال رجعت 30 عام لور صراحه هي صافي بليزير في السقاط كنشكرك ميرسي شكرا. احنا سعداء اليوم باش نكون معكم في مدينه العريش اول فضاء في المدينة إن شاء الله يكون واحد آخر من بعد منا في المدينة. هذا الفضاء اليوم اللي كان نديرو ليه التشين ديالو واحد العمل واحد الابتكارات اللي خدمنا عليهم سنين وبدا هادشي تطبيقيا 2017 وعندنا واحد البرنامج حتى 2022 تقريبا أكثر إن شاء الله باش نطوروا هاد المشاريع بحال هادو. الوغ اليوم حنا ان شاء الله الحمد لله عندنا 80 فضاء مثل هذا في المدن جميع المدن الكبرى والمتوسطه في المغرب ان شاء الله غنسالو السنه 130 على هذا الفضاء. الوغ هذا الفضاء اللي كي كاركتيريستيك ديالو اللي كي الميزات ديالو هو لي زوغيغ ديالو الوقايت ديالو كيتحل 7 اليوم في الأسبوع من 7 الصباح حتى 9 الليل. ثانيا فضاء اللي هو سيكيوريزي بيرمانون سيكيوريتي كيكون من 7 الصباح حتى 9 الليل لأنه الناس كيقدروا يديروا العمليات ديالهم بكل أمان وبكل طمأنينة. وبحال اللي شرط ليه نقدروا نديروا واحد 15 عملية في هذا الفضاء. من أهم العمليات هو إيدام النقود والشيكات سحب الأموال قديمة اللي كبر من 20 عام 30 عام كاسدريس ولكن هادشي ديال إيداع النقود والشيكات والصرف وتحويل الأموال وأداء الفواتير إكسيتيرا هادو ابتكارات جداد اللي كاينين الحمد لله. وحنا فخورون باش نكونوا أول بنك في المغرب كتمكن باش تنزل مشاريع بحال هادو. ثم جوسيك عندكم بزاف ديال المغاربة في الخارج كيقولوا لكم حنا هنا في اوروبا في هولندا قرية اسلامية اكسيتيرا. دابا راه مابقاش عندنا التجاري موبايل عندنا لي زيسباس بحال هادو الحمد لله راه وصلنا لواحد المستوى تبارك الله مزيان مهم بزاف. وكاين شي خدمات بحال ديك كاش اكسبريس اوتوماتيك اللي مكتلقاهاش منهم في واحد الدول متطورة مكتلقاهاش بحالنا داكوغ. دونك الحمد لله هذا افتخار ديالنا وفي التجاري وفي البنك اللي خدات هاد الطريق اللي هو كيمثل مزيان المغرب وكيزيد لنا القدام الحمد لله. الوغ بغيت إلا كان شي تيمونياج ديال الناس اللي ديجا اللي استعملوا هذا يقولوا لنا حيت يمكن نقنعوا لكم في هادشي ولكن أنا كنخدم نتوما تبلغوا لنا بإحساسات ديالها. اولا كنبغي نشكر التجاري الخدمه على ديبوليسيون اللي مشات فعلا انا كنت بوني بان سي نوف توتالور لوجو ولا خدنا دونك اون فيان لا بانك سي فري كلكو بار سا مانتيريس بلوس دالي دير بونجور ا ميز امي ا مي فرير كو دالي فيرسي دو لارجون اي بارتير فينالمون دونك اون فيان باسكو اون فيان سي باسكو اون سو سون فريمون شي نو. Un petit point négatif,
Cédric, je vous connais ça fait 25 ans, vous n'avez pas changé. Vous n'avez pas vieilli, est-ce que vous ne travaillez pas sérieusement? Un grand événement, c'est un affilat de PPIA au Sénégal. نحن جمعيه ديال الخدمه السنغال لنقافه قوافي التبيه في المغرب عده وهذا العام قررنا ان نديروها في السنغال والدارت كبيره وعالجنا فيها اكثر من 4000 الناس وداك الشيء اللي دفع ما نعطيهمش مي علاش جي انسيستي سور سو بوان باسكو اون ايتي سبونسوريزي بار تي جاليو فان بانك جي لي فوتو اي يافي اون ايتي اكومباني بار لي جون ديال تي جاليو فان بانك ديال داكار كي نوز اون اكومباني في كاع لو سيجور Et on a été sponsorisé, mais financièrement, par Thierry Léo Fabank. Merci beaucoup. Merci. Et ça, c'est l'international. نستعملوا لان فيلموا العلاقه ديالي مع الطاقم ديال البنكة اخوي وما شاء الله ديالنا في الكون ديالنا غندخلوا العملية دخلت هذه الغيه وجبتها نعم عمليه السحب تمت بسرعه لهذا لقى يعني تم كاسه عمليه من البدايه من الاول شرح ديال العمليه باش كتم كندخلوا البطاقه ديالنا هي الاولى كتقرا هذا الشيء تما ولا هنايا كندخلوا الكود ديالنا اللي كنخدموا به دائما كندخلوا الرمز كيعطيك هنا الاختيارات دابا هنايا اختيارات يعني هنا عطانا باللونجلي عطاك اسمح لي غير باش نديرها بالعربي عندي باش تعملها بالعربي كيفاش كتسمى العمليه هي في الاول كنوقع واحد الغلط اذا هو اصلا بالعربيه الشبكة الأوتوماتيكية للخدمات البنكية الجديدة فبنك تجاري وفابنك كنديرو مثلا العملية الفرنسية الرقم السري ديالنا السري كنختار اللغة اللي كان في الأول كنختار اللغة هنا غيعطينا العمليات اللي غندير لا بغيت نخرج لا بغيت نشوف الصوت ديالي ديبو اسبيس والديبو شيك وضع يعني وضع هنا بغيت ندفع الفلوس هنا بغيت ندفع الشيك او بالشيك معامله بالشيك او معامله كيعطيني ها هو النيميرو ديال الكون كونتيني هنا كيقول لك دخل الفلوس ها انا دخل ها هو غادي يحسبوا ماكسيموم 50% من 50 ورقه كيسمح بها هذه العمليه داك الفلوس تقدر تحطهم مخلطين ديال درهم 200 درهم وها هو كيحسبوا ها هو عطاني قال لي vous avez introduit 300 درهم يتم كونفيرمي او لا اجوتي ولا انولي اذا كونفيرميت اذا انا كنت تكميل العمليه كيخرج لي التوصيل ديالي او فيرسمون 300 درهم والرصيد ديالي دخل 300 درهم ملي حتى الشيكات كتدفعهم هنا الشيكات كيخرج لك التوصيل كيخرج لك ب التوصيل كيخرج لك التصويره ديال الشيك غير ملي تجي تدفع الشيك خصك تيقن بانه مكتوب مزيان وثاني الله اذا بغا يوضع مثلا معامله بالشيك وفي نفس الوقت معامله بالشيك كل وحده كيديرها بوحديتو دابا هنا ملي كتدخل هنا ملي كدير الاختيارات ها هو كيعطيك الخدمات اللي كاين غنديرو بالعربيه باش ها الخدمات كاينه لا بغيتي تخلص فاكتور كاينه كاش اكسبريس ريشارج روتري سوند ريلوفي اوتر سيرفيس ديبو هو هذاك ديبو اسبيس او ديبو شيك كاين جوج عمليات بغيتي تدفع الشيك كدير هنايا كونتيني وكتدخل الشيك ديالك ها هو الشيك كتدخلو هنايا هو غادي يقراه وغيخرج لك فوتو
كاين النمره الاول وصافي. الحالات اللي كيتم فيها العمليه ديال الاتصال الحالات كاين شي مشكل ولا كتتصل بهذا صافي كيجاوبوك هما ديريكتو. ما في حالة العطاب وفي حالة العطاب اي مشكل اي شكايه مكتوبه مثلا غير طيح لك البطاقه ديالك البنكيه وما غديرش شي اوبيراسيون تقدر تسد في الوقت.